ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. المصايب والابتلاءات حصل لي مشاكل، مش قادر، أنا مبتلى، أنا عندي ضغوط اقتصادية، أنا عندي مشاكل أسرية، أنا عندي مشاكل نفسية، أنا عندي ضغوط حياتية. يا عم ما هي دي سنة الحياة. فربنا جاب الأول القدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهديك كده ساعة الضغوط المالية اللي بتحصل لك كده. أهم حاجة الدين، أهم حاجة الآخرة. يقينا ربنا بيختبر الوقت صدقي في علاقتي بيه، يقينا مادام الاختبار ده جه من عند حبيبي فده في مصلحتي، وربنا هيجيب الفرج، هيجيب الفرج.